أعزائي المشاهدين، مساء الخير وأجمل تحية وأطيب ترحيب بكم في لقائنا من اخترنا لك. وداع ما أريد أشوفك، وداع ولمسيك كتوفك، وداع. ماذا يحدث لو أن كل منا قال للآخر كلمة الوداع مثل ما فعل شادي عمان؟ اسمك واسمي يا حبيبي، مدينتي وحكايتي. فلماذا لا نغتنم الفرصة لننتزع من عمر الزمن ولو بسمة صغيرة؟ سيبك منهم، ده ما فيش غيري. قيمة ومركز في وظيفة ميري، مربوطة درجات كاملة وناس درجات، ومرشح أبود التسعة غير العلاوات. ونرجو أن نكون قد وفقنا في إسعادكم بكل ما اجتهدنا في تقديمه لكم، كما نرجو المعذرة عن كل ما لم نستطيع أن نقدمه لكم. أيها الأحبة والأصدقاء، شكرا لكم و وداعا وداعا قلبي.